السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سي أو سي راي. مقطع تحديات جديد، تحديات الأسبوع السابع من سيزن الثامن، سبع تحديات جديدة، وفي الأخير مكان نجم السري الأسبوع الثامن. والأسبوع هذا كان مرة خطير صراحة. تخيلوا أني كنت خلاص بجيب البي سي، بس بلعت مخالفة 6000 درهم، يعني 6000 ريال، نفس الشيء تقريبا. تخيل 6000. المهم الحمد لله ما أثرت كثير، وبشاركم تقريبا يوم 15 يعني 20 هالشهر بكون جبت البي سي ان شاء الله. وتعرفون بعد شو بيصير، فعاليات بثوث واشياء على كيف كيفكم. ولا تنسوا زر اللايك، واللي حاب يدعمني يقدر يحط كود المتجر السيو. وخليكم مع المقطع. نبدأ بالتحدي الاول اللي معنا. قم بإحداث ضرب مجموع 100 على اللاعبين باستخدام البيكاكس أو الفأس في جيم واحد أو في أكثر من جيم. صراحة التحدي سهل، عندك طريقتين حلوات. الأولى أنك تنزل لأي خريطة على أول باص، وبنزل معك كثير لاعبين، وإذا شفت واحد نازل فوق بيت أو نزل على صندوق أو شيء كذا، على طول انزل فوق راسه وضرب بالفأس. ولو قتلته بتكون خلصت التحدي، لأن المطلوب 100 دمج يعني لاعب واحد. أو ممكن في طريقة ثانية بس مو مضمونة، وهي أنك تنزل على آخر باص. وتعرف في ناس ينسوا ام اللعبه، يروح يشرب مي ولا ام تنادي، تلاقي ينزل على اخر الباص، وهنا فرصتك اقتله بالفاس وتكون خلصت التحدي. التحدي الثاني معنا تحدي مراحل، وثلاث مراحل بالضبط، يعني بتحتاج ثلاث اجيام ومرحله في كل جيم عشان تخلص التحدي. وفي المرحله الاولى في الجيم الاول قم بزياره مدينه جنج جنكشن ومدينه ذا بلوك في نفس الجيم، ايزي على الاخر. المدينتين جنب بعض، انزل لاي وحده ومن هناك حرك للمدينه الثانيه، وكذا خلصنا اول مرحله. المرحلة الثانية قم بزيارة مدينة بليزنت بارك ومدينة داستي ديفوت في نفس الجيم، هنا بتكون أصعب لأنهم أبعد ولأنهم أماكن تكون شوي زحمة. والمرحلة الثالثة والأخيرة قم بزيارة مدينة هابي هاملت وسنوبي شورز في نفس الجيم، وهذه يعتبرها مرحلة سهلة، روح لهم في نفس الجيم وتكون خلصت التحدي. التحدي الثالث قم بزيارة ثلاث مخيمات قراصنة في الجيم واحد، تحدي سهل على الآخر. في عندنا سبع مخيمات قراصنة، وقدامكم الصورة لأماكن مخيمات القراصنة كلهم، والمطلوب انكم تروحوا لثلاث مخيمات في جيم واحد. طبعا بعطيكم نصيحتي، انزل المخيم الموجود في المنطقة البركانية، ومن هناك استخدم المدفع وطير للثاني اللي جنب البركان على طول، ومن هناك استخدم مدفع وطير للثالث اللي في نص الخريطة، وتكون مريت على ثلاثة، وكمان بيكون في فوهات بركانية بتساعدك عشان توصل. التحدي الرابع قم بتدميج اللاعبين من الاعلى بمجموع 500 دمج، تحدي غريب شوي، والحلو فيه انك تقدر تخلصه في اكثر من جيم على راحتك. والمطلوب انك تدمج اللاعبين، بس بشرط انك لما تدمجهم تكون اعلى منهم، يعني ما في شيء معقد. لو انك كنت فوق واللاعب الثاني تحت ودمجته فراح ينحسب لك نقاط. تحدي سهل على الاخر، خذ الهاي جراوند على اي لاعب ودمجه. ونصيحتي هي طور تيم رامبل، روح فوق جبل او ابني لك اي شيء وخلك فوقه، وكل ما يمر لاعب دمجه. لو جمعت 500 دمج بتكون كذا خلصت التحدي. التحدي رقم 5 تحدي فتح الصناديق، والمطلوب هنا انك تفتح 7 صناديق في مدينة سنوبي شورز او في بحيرة لوت ليك، اماكن سهلة وخصوصا سنوبي شورز لان نادر حد ينزلها. اختار المكان او المدينة اللي تعجبك من بين سنوبي او لوت ليك، وانزل لها وافتح 7 صناديق، وعادي في اكثر من جيم، المهم انك في الاخير تفتح 7 صناديق في المجموع في لوت ليك او في سنوبي وتكون خلصت التحدي. التحدي السادس، التحدي هذا ما بيكون صعب، وفي كم من طريقة تقدر تساعدك فيها. التحدي بيكون تحدي مراحل ومرحلتين بالضبط، وفي المرحلة الأولى المطلوب انك تدمج اللاعبين وانت راكب على حبل الزبلاين. حبال الزبلاين تلاقيها موزعة في الخريطة، وبكل اختصار لازم تستخدم حبل، ولما تكون راكب على الحبل لازم تدمج اللاعبين اللي ضدك، ومو لاعبين، لاعب واحد بس. لو انك دمجت بطلقة واحدة بس فكذا انت خلصت المرحلة. اركب حبل الزبلاين، ولو دمجت لاعب واحد يعني طلقة واحدة بس فراح يحسب لك المرحلة الأولى. صدقوني مرة سهل، ولو رحت لتور تيم رامبل او اي طور جانبي في ريسبون بيساعدك اكثر. ولو كان حظك حلو الزون راح يسكر على مكان فيه حبل الزبلاين، وتقدر من هناك تستخدم الحبل وتبدا تدمج. والمرحله الثانيه قم بتدمج اللاعبين اللي استخدموا الزبلاين. على فكره المرحله هذه بتكون اسهل من اللي قبل، لانك بتلاقي كثير لاعبين يريدوا يخلصوا التحدي ويبداوا يستخدموا حبال الزبلاين، وهنا فرصتك ودمجهم. ولبس بطلقه واحده على اي لاعب يكون يستخدم الحبل بتكون كذا خلصت المرحله الثانيه. التحدي السابع والاخير وبعدها مكان النجمه السريه، قم بقتل 5 لاعبين في 5 اماكن مختلفه عليها اسماء، تقدر تخلصها في جيم واحد او في اكثر من جيم على راحتك. والمطلوب انك تروح لمدينه وتقتل فيها لاعب، بس بشرط ان المدينه يكون عليها اسم في الخريطه، مثل تلتد، لوت ليكس، نوبي شورز، ريتيل، اي مكان على كيفك. كل مره روح لمكان واقتل لاعب واحد بتاخذ نقطه، وبعدها روح لمكان جديد واقتل لاعب وتاخذ نقطه. ولو مريت على 5 اماكن وفي كل مكان قتلت لاعب واحد
بتكون كذا خلصت التحدي. وصلنا لمكان النجمه السريه، والفائده منها انها ترفعك تركامل في الباتل باس، وعشان تطلع لك النجمه السريه الخاصه بالاسبوع السابع لازم تكون مخلص كل تحديات الاسبوع وتكون اخذت نجمات وبنرات الاسابيع الماضيه. والنجمه بتلاقيها قريبه من سنوبي شورز، بتلاقي ارنب خشبي، وفوق الارنب الخشبي بتلاقي النجمه، ممكن تكون على اليمين او اليسار او في الوسط، المهم انها فوق الارنب. بس مثلا ما ندري احيانا الصور الاسبوع تكون مخرفه شوي، فلو ما طلعت لك فما بيظل الا مكان واحد وهو تحت الارنب الخشبي، ولو ما طلعت لك معناه انه في عندك غلط، او انك ما خلصت كل التحديات، او انك ما اخذت نجمات وبنرات الاسابيع الماضيه. اذا ضبط كل شيء وبتطلع لك النجمه. وهذا مقطع اليوم، لا تنسوا الاشتراك بالقناه، واكبر دعم هو كود المتجر سيو، اي واحد يحط الكود شكر كبير، واشوفكم المقاطع الجايه، ومع السلامه.